والآن ننتقل إلى دراسة المهارات الواردة في كلمات الدرس، ونبدأ أولا بالعنوان فيه شفاء. أول كلمة، كلمة فيه، عندما أسأل سؤال وأقول ما المهارات الموجودة في كلمة فيه؟ فيه المهارة الموجودة في كلمة فيه مد بالياء. نعم، شفاء. شفاء مد بالألف بالإضافة إلى تنوين الضم. طيب، والملاحظ يا شباب أن حروف المد كما نعرف ثلاثة، الألف والواو والياء. الألف لابد أن يسبق بفتح، الياء لابد أن يسبق بكسر، والواو لابد أن يسبق بضم، والحرف الذي يسبق حرف المد نسميه حرفا ممدودا. نعم، نبدأ في الدرس. عادة، أول كلمة، كلمة عادة، المهارة الموجودة في كلمة عادة. عادة، المهارة الموجودة في كلمة عادة مد بالألف، لكن هذا حرف المد، أين الممدود؟ الحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المد، ودائما لكل حرف من حروف المد حركة مشابهة له. أحسنت. الألف يسبقه فتح. أحسنت. كلمة ثانية، صالح. المهارات الموجودة في كلمة صالح مد بالألف وتنوين الضم. نعم، الكلمة التي بعدها، إلى. إلى، المهارة الموجودة الألف المقصورة. نعم، ألف مد مقصورة. المنزلي، المنزلي المهارة الموجودة في كلمة المنزل، أو المهارات الموجودة في كلمة المنزل. أولا، بدأت الكلمة باللام القمرية، بدأت الكلمة باللام القمرية، واللام القمرية تنطق، ويأتي فوق اللام سكون. بعد ذلك المهارة الثانية، من مقطع ساكن، يبقى لام قمرية ثم مقطع ساكن، هكذا القراءة. المن، المنزلي. حزينا، حزينا المهارة الموجودة مد بالياء زائد تنوين الفتح. نعم، ياء تسبقها كسرة بالإضافة إلى تنوين الفتح، والملاحظ أن تنوين الفتح فتحتان ويأتي معهما ألف. ألف، بعكس تنوين الضم وتنوين الكسر فهما ضمتان وكسرتان، ولكن تنوين الفتح يحتاج إلى ألف، وهناك بعض الحالات التي لا يأتي معها الألف مثل التاء المربوطة والألف والهمزة الممدودة في نهاية الكلمة. أحسنت. سألته، سألته المهارة الموجودة المقطع الساكن. نعم، المقطع الساكن والهاء، والهاء المربوط، والملاحظ أن المقطع الساكن حرفان وليس حرفا واحدا. نرى كثيرا من أبنائنا الطلاب عندما نقول ضع دائرة حول المقطع الساكن، يضع دائرة حول الحرف الذي فوقه سكون فقط، ولكن المقطع الساكن هو حرفان ينطقان معا. لت، سألت هو أمه. أمه المهارة الموجودة هنا الشدة، والشدة عبارة عن حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك بالإضافة إلى الهاء في آخر الكلمة. نعم، الحرفان أو الشدة حرفان ينطقان معا. أم، لاحظنا أن الماء نطقت مرتين، أم سكون، أم سكون وضمة، والكلمة كذلك بدأت بهمزة قطع، وهمزة القطع هي الألف التي تحتوي على همزة فوقها أو همزة تحتها، وهناك ألف الوسط، ألف بدون همزة فقط لا غير. نقطتان رأسيتان بعد كلمة أمه، هناك نقطتان رأسيتان بعد ذلك. ما بك يا بني، كلمة ما، ما بها مد بالألف، بك يا، يا كذلك يا مد بالألف وهي حرف نداء. نداء. نعم، بني، بني بها الشدة، شدة مع فتح. نعم، أحسن. والكلمة والجملة تنتهي بأداة استفهام، علامة استفهام. نعم، قال صالح، أول كلمة، كلمة قال، الكلمة بها مهارة المد بالألف، ألف تسبقها فتحة. نعم، صالح، صالح بها مد بالألف وتنوين الضم. نعم، إن زميلي، إن هنا الكلمة بها مهارة الشدة مع الفتحة، والشدة حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك بالحركة التي تأتي مع الشدة، هنا الكلمة شدة مع فتحة، لذلك تنطق إن، ليست إن أو إن وإنما إن، والكلمة بدأت بكذلك بهمزة قطع.
زميلي. زميلي بها مد بالياء مي بالإضافة إلى مد بالياء لي. زميلي. سنت. محمدا، هذه الكلمة تحتوي على مهارتين، المهارة الأولى الشدة مع الفتحة محمى، كذلك تنوين الفتح دن. ونلاحظ أن تنوين الفتح جاء معه الألف، لأن تنوين الفتح قلنا أنه فتحتان ويأتي معه الألف. نعم. محمد. يرقد. يرقد المهارة الموجودة مقطع ساكن. ير. نعم. في مد بالياء في آخر الكلمة، ياء تسبقها كسرة. المستشفى. المستشفى اللام القمرية، مس مقطع ساكن، تش مقطع ساكن، فا ألف مكسورة في آخر الكلمة، وألف وصل. وصل. أحسنت. طيب، لأنه الكلمة بها مهارة الشدة مع الفتح، إن تنطق مرتين. لأن كذلك الكلمة تحتوي على هاء مربوطة في آخر الكلمة. نعم. طاع أكل لا يوجد بها مهارات، أصوات قصيرة. كذلك كلمة طعاما. طعاما بها مد بالألف وتنوين الفتح. ملوثا الواو عندها شدة مع فتحة، تضعيف الشدة، كذلك اسمها التضعيف. ملوثا الثاء عندها تنوين فتح. الأم. الأم أول شيء اللام القمرية والشدة بالإضافة إلى ألف الوصل. لا كلمة بها مد بالألف. تحزن. تحزن بها مقطع ساكن تح زن، مقطع ساكن تح زن، يعني بها مهارتين. يا النداء وبها مهارة المد بالألف، ألف تسبقها فتحة. بنية بها الشدة، والشدة عبارة عن حرفان. فعندما أولا الكلمة عندها مقطع ساكن عن، كذلك مد بالألف ما. فعندما تعوده. تعوده بها مد بالواو زائد هاء في آخر الكلمة. خذ مقطع ساكن. إليه. إليه همزة قطع مقطع ساكن هاء في آخر الكلمة. بعض الكلمة بها مقطع ساكن بع. العسل. العسل بها ألف وصل ولام قمرية. ففيه الكلمة بها مهارة المد بالياء، ياء مسبوقة بكسرة، كذلك الكلمة تنتهي بهاء في آخر الكلمة. الشفاء. الكلمة بها مهارة اللام الشمسية، كذلك الشدة مع الكسرة الشي والمد بالألف والهمزة المتطرفة على السطر في آخر الكلمة. بإذن. بإذن بها مهارة المقطع الساكن. لفظ الجلالة الله. بإذن الله.